بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبيه الكريم. بالبداية سعيد بوجودكم معنا اليوم في مقر السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية نجل المشاركة في فعاليات الدورة المخصصة لمساءلة وسائل الإعلام والصورة النمطية. هي دورة تتنزل في سياق الدورات التكوينية التي تهدف إلى رفض معارف الإعلاميين وتعضيد كفاءاتهم في المجال المهني وفي التعاطي مع القضايا والانشغالات التي يواجهونها يوميا، تنويرا للرأي العام وتبصيرا له وتحسينا للأداء المهني. اختيار موضوع الصورة النمطية ووسائل الإعلام كان استجابة فورية لما يعانيه وما يواجهه كثير من الإعلاميين في تغطياتهم الإعلامية لسبب بسيط، هو أن الصورة النمطية بما تحمله من تجذرات وتحيزات قيمية انطباعية، خصوصا الصورة السلبية أو الصورة النمطية السلبية، لا تمثل استهزاء للواقع وهو استهزاء متعسف، وإنما كذلك إضرار بطبيعة التنوير الإعلامي وإضرار بطبيعة والقيم، سواء المرتبطة بأحكام الدين أو تلك المرتبطة بقوانين بلدنا أو بمبادئ المواطنة بصفة عامة. لذلك تطرح إشكالية التعاطي مع الصور النمطية عالميا ووطنيا إشكالات كبيرة، لأن الإعلاميين هم جزء من هذه القاطرة المسؤولة عن نقل الأخبار والمعارف والآراء، يساهمون تنويرا وتبصيرا للرأي العام في تعميم الصور النمطية سواء منها السلبية أو الإيجابية. وعندما لا يتملكون ذلك الحس بالمخاطر المترتبة على الصور النمطية، يساهمون من حيث لا يشعرون في عملية تجذير هذه القيم النمطية وتعميمها والإساءة إلى المستهدفين بها. ولذلك هذه الورشة، ونحن سعداء بأن طبيعة الخبراء القائمين عليها ونوعية التواصل التي ستتأسس معكم من خلال النقاشات طيلة الأيام الثلاثة، ستسهم في تبيان المخاطر المرتبطة بالصور النمطية وفي آليات التعاطي معها وفي زيادة الوعي بمخاطرها وتعميم ذلك الوعي ووضع آليات مستديمة تكفل اليقظة والإنذار بالمضامين الإعلامية المرتبطة بالصور النمطية. ليس سرا أن الصور النمطية التي تسود، سواء شعرنا بذلك أو لم نشعر، في بعض من تغطياتنا الإعلامية هي صور مجتزئة وخاطئة وتناقض قيم الدين وتناهض مبادئ المواطنة وتمس بالعمل وبمهنية الأداء الإعلامي بصفة عامة. لذلك بفضل العروض التي ستقدم إليكم اليوم وغدا وبعد غد، ستعايشون تجليات الصورة النمطية السلبية في التغطيات الإعلامية، وستقترحون إلى جانب الخبراء الآليات الكفيلة بتفكيك الخطاب الذي يحمل تلك الصور النمطية، كيف تم إنتاجه ولماذا تم إنتاجه وكيف تمت إعادة تدويره، كما ستعمدون إلى تفكيك هذه الصور وهذا الخطاب بما يكفل المزيد من تجاوزها والمزيد من تكريس قيم المواطنة والتصالح مع المقتضيات الشرعية والقانوني. الأمثلة على المستوى العالمي كثيرة، وعلى المستوى الوطني موجودة، لأن بعضا منها له انعكاساته الاجتماعية وآخر يطال الأبعاد المهنية وآخر يطال الغير، وما تنشأ عنه ثقافة من التمييز وغياب للحس الوطني أو الحس المهني. مواثيق أخلاقيات وأدبيات الصحافة على المستوى العالمي والأطر القانونية الناظمة للحق الإعلامي على المستوى الوطني، كلها تأخذ بعين الاعتبار هذه المخاطر المترتبة عن الصور النمطية السلبية. أعتقد بأن الأساتذة والخبراء سيقدمون نماذج كثيرة من ذلك. تسمعون كثيرا على المستوى العالمي تلك الإشكالات المرتبطة بالصور النمطية السالبة حيال المهاجرين وحيال الدين الإسلامي وحيال بعض المجموعات لمجرد انتماءاتها العرقية، وهي تحيزات وتمثلات ذهنية تجاهل الحقيقة في الغالب وتضر بوحدة وبانسجام المجتمع الدولي
المجتمع الوطني أيضا، والأمثلة كثيرة على ذلك. بالنسبة للمسلمين في كثير من الأجندات الغربية، الصورة المنطبعة عنهم أشخاص غير منتهين، يطبعهم العنف لتسيير تعاطيهم مع الآخر، غيبيون كسلاء لا ينتجون سوى الأبناء. هل هي صورة نمطية ومنمطة عنا كمسلمين في بعض من الأجندات الغربية في وسائل الإعلام الغربية؟ الصورة الأخرى والتي تنطبع أيضا عن الغرب، غزاة ونحن الغلاة وهم الغزاة، دكتاتوريون مستبدون ساديون إلى غير ذلك. وكلتا الصورتين تضمران أو تقدمان جزءا من التمثلات الذهنية المتحيزة، ولكنها تضمر الحقيقة كل الحقيقة، تضمر تظن بالحقيقة كل الحقيقة، لأن العنف والإرهاب لا يعكسان إلا الإسلام ولا مبادئه، يتصرفات شاذة تعكس تصرفات واعتقادات أفراد وتمثلاتهم لآليات تطبيق تلك المبادئ، وهي مخالفة ولا يجب أن تنطبع أبدا ولا أن تضمر تلك الصورة الناصعة للإسلام كرسالة خالدة من أجل إنقاذ البشرية في بعدها التحرري وبعدها الإنسان. والغرب أيضا تلك الصورة التي تعكس جزءا منه قد تضمر وتظن علينا بكشف تلك الفتوحات التي قدمها بعض من هذا المنتمي إلى الغرب، لأن عملية التعميم هذه اختزلت بشكل متعسف وعممت بشكل متعسف لا يبدو ولا يظهر على تلك، يظهر يمكننا من الظهور أو من الحصول على تلك الجزئيات المنفتحة والمتنورة في أي مجتمع أو في أي قطاع. لذلك على المهاجرون، تعرفون الصور الكبيرة أيضا التي تلصق بالصور النمطية بالمهاجرين، والذين ينظر إليهم في كثير من البلدان الغربية من زاوية أمنية لا زاوية تنموية، تلصق بهم كل مكائد الدنيا وكل مخاطر التي يتعرض لها البلدان الأصلية التي يفدون إليها طلبا للعمل أو طلبا للهجرة. المرأة، النوع، الفئات الهشة، كل هذه سواء كانت في أبعادها المهنية أو الاجتماعية كثيرا ما ترتبط بصور نمطية يتم تسويقها بوعي أو بدون وعي، لأنها تتجذر ضمن التنشئة الاجتماعية الخالصة للفرد أصلا. أمثلة كان يضربها وهي حالات مدرسية، بأن أحد عناصر الشرطة في نيويورك كان أمام مشهد، أستاذ أحمد خير من يعلم هذا المثال أصلا، كان يشاهد في أحد شوارع نيويورك فتاة وكلبا يحاول الانقضاض عليها. ثمة رجل يقف في الواجهة الأخرى، تدخل بشكل فوري وانقض على الكلب وانقذ الفتاة. وتحت أعين الشرطي المندهش تقدم إليه وقال: غدا ستدبش صحف نيويورك بالحديث عن شجاعة رجل من نيويورك تمكن من إنقاذ فتاة من مخالب كلب مفترس. قال: سيدي، ولكنني لست من نيويورك. قال: إذن سيكون العنوان في الإعلام بصفة عامة: أمريكي شجاع يتمكن من إنقاذ فتاة من مخالب كلب. قالوا: للأسف لست أمريكيا. من أي جنسية؟ قالوا: أنا باكستان مسلم. قالوا: إذن سيكون العنوان هو: مسلم عنيف يقضي على كلب مسالم في شوارع نيويورك. إذن ستتحول الصورة النمطية التي يكتنزها ويخزنها هذا الفرد عن صورة المسلم بصفة عامة، ستتحول من أجل تحوير القصة في حقيقتها في قدسية خبرها وإخبارها لتتوافق مع المكنونات أو التمثلات أو التحيزات التي يكتنزها هذا الفرد عن المسلم كل المسلم. الأمر ذاته بالنسبة للمهاجرين، كل مصائب الدنيا حينما تضيق الأوضاع بأوضاع المستضيفين تحملهم المسؤولية عن البطالة وعن الهجرة وعن الجرائم وعن ارتفاع منسوب الجريمة. والأمر كذلك كما تعرفون أيضا بالنسبة للدراسات التي أو الصور النمطية التي تطال السود في الولايات المتحدة الأمريكية والسكان الأصليين، كثيرة هي الدراسات سواء تلك التي أعدتها هيئات أممية أو غيرها، التي تعتقد بأن تلك الصور النمطية التي تطال فئة مهنية أو اجتماعية معينة ليس لها انعكاس كبير فقط على حساب الانسجام الاجتماعي أو مغايرة الحقيقة، وإنما كذلك على حساب تحفيز وتثبيط أداء وعطاء هذه المجموعات ومساهمتها في التنمية بصفة عامة، لأنها
توصم من حيث لا تعلم ولا تفعل بتحت تميزات وتحيزات مفارقة قدرية سابقة غالبا ما تكون خاطئة، وإن كانت لم تكن خاطئة في بعضها فتعميمها خاطئ وانعكاسها مضر. لذلك دوركم كإعلاميين في هذه المرحلة هي أن تساهموا أولا في الوعي بحقيقة وجود هذه الصور النمطية، وأن تعملوا وتعمدوا في غرف الأخبار وفي التحليلات وفي الآراء إلى التفادي استخدام هذه الصور النمطية بما تحمله من تعميم متعسف ومن اجتزاء مبتسر، ولا يقتصر الأمر على ذلك، وإنما أيضا أن تعمدوا إلى تعميم مختلف هذه القيم التي تكرس تصالحا مع ديننا الإسلامي وتطابقا مع مقتضيات القانون ومع قيم المساواة ومع قيم المواطنة، والأمثلة كثيرة على ذلك. وأعتقد بأن الخبراء خلال العروض التي سيقدمونها في الأيام المقبلة ستكون أكثر توضيحا بالنسبة ليومياتكم المعيشية، وأن النقاشات التي ستثرونها أيضا ستمكن هؤلاء الخبراء من الاستجابة والإجابة على الأسئلة التي تطرحونها في هذا الصدد، وأن المقترحات التي ستقدمونها ستؤخذ بعين الاعتبار سواء في المزيد من تعزيز الوعي بمخاطر الصورة النمطية السلبية، أو بتعميم الوعي حتى إذا تملكتم الوعي تعميمه إلى الآخرين، وبوضع آلية يقظة وإنذار لفحص المحتويات الإعلامية المتضمنة لذلك، والاستعانة بالخبرات الفنية والمهنية التي تكفل تنظيم دورات تكوينية متواصلة حول الصور النمطية السلبية في منتوجنا الإعلامي بصفة عامة. وأعتقد بأن هذه المقترحات وبأن هذه الدورات ستسهم في تملكنا للوعي بالمخاطر المترتبة على الصورة النمطية، وفي العمل على تعميم الفائدة بنشره على نطاق أوسع من خلال مستهلكين الإعلاميين وهم القراء والمشاهدين، وفي تفكيك الخطاب الإعلامي الذي يكرس أو يجذر هذه الصور النمطية السلبية. أجدد لكم الشكر، وسنبقى على اتصال طيلة الأيام الثلاثة المقبلة، والشكر موصول للخبراء الوطنيين الذين يشرفون على إنعاش هذه الدورة، ولكم على أهمية المواغبة خلال هذه الأيام، لأنه ليس فقط حسنت الدورة لن تكون فقط طبيعة العروض النوعية والاستثمار السياق الزمني الذي يشجع على ذلك، وإنما كذلك هي إثارة الأسئلة التي تطرحونها واستثمار حضوركم ومعايشاتكم اليومية. كل أسئلة تطرحونها يجب أن تقدم للخبراء، كل استشكالاتكم المطروحة بالنسبة لقضايا الصور النمطية يجب أن تقدم، سواء ذلك الذي يرتبط بمعايشتها في المنتج الإعلامي أو ذلك الذي يرتبط بتفكيك الخطاب سواء على مستوى علم النفس الاجتماعي أو على مستوى التنشئة الاجتماعية، وهم سيكونوا إن شاء الله تحت تصرفكم بإطار. وجدد الشكر للأستاذ أحمد سعد سفير أحمد مصطفى، أستاذ كيسي مجاقنا، أستاذ هيبة، أعضاء السلطة العليا للصحة والسمعات البصرية أيضا المشرفين على هذه الدورة، وآمل أن نفيد وأن نستفيد من هذه الدورة بالاستماع لكم وبالاستماع للخبراء. أجدد لكم الشكر، السلام عليكم.